السلام عليكم أعزائي الطلبة، أتمنى أن يكون الجميع بصحة جيدة وأيامكم سعيدة مقدما، وكل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله تنقضي هذه السنة عليكم بالخير والبركة وتحقيق الأماني. محاضرتنا مع اليوم هي المحاضرة السادسة من مادة الميكروويف. المحاضرات السابقة إحنا عرفنا بها شنو هو لينك الميكروويف، إن لينك الميكروويف يتكون من الترانسميتر والرسيفر والشانل، وعرفنا شنو تقريبا الأجزاء بالترانسميتر شنو هي والريسيفر منين يتكون والشانل ايضا. دور انتقلنا عرفنا شنو الشانل، شنو المؤثرات اللي تاثر على الشانل، الشانل امبيرمنت اللي هي مثلا عندنا الاتينيويشن، عرفنا شنو الاتينيويشن، الفيدنج، الريفلكشن، الريفراكشن، الديفراكشن، ذني كلها ناقشناها وعرفنا حتى اخذنا عليها المسائل وشلون نحسبها. وعرفنا وتقريبا ايضا اخذنا الكي فاكتور، اذا كان الجو مثلا بمشاكل شنو راح يصير انتقال الاشاره، هل تنتقل بخط مستقيم، اخذنا الافيلابيلتي ايضا، هذا كلهم كانت بالشانل. بعدها انتقلنا قلنا خلينا نشوف شنو هي الاجزاء اللي عندنا اللي تربط الانتنا اللي هي احد الاجزاء اللي موجبه للترانسميتر وموجبه للريسيفر. اخذنا شنو الاجزاء اللي ممكن تربط الانتنا، زين عرفنا الكوكسيال كيبل، شو وقت نستخدم الكوكسيال كيبل اللي هي ترددات، عرفنا ترددات الميكروويف ايش قد قيمتها، وعرفنا انه هي جدا عاليه لذلك ما اقدر استخدم الكوكسيال كيبل حتى انقل التردد، لذلك استخدم الفشي اسمه الميكروويف، استخدم الفشي عفوا اسمه الويف جايد. زين الويف جايد من اخذنا عرفنا بها ترددات تستخدم وعرفنا كم نوع عندنا من الويف جايد اللي هو قلنا احنا عندنا اكثر بقسم الهارد وبي الفلكسبل، وقلنا اخذنا الهارد اللي هو كان بي الريكتانجولر والسيركلر ويف جايد، وعرفنا شلون نستخرج الكت اوف فريكونسي. هذه كلها كانت في المحاضرات السابقه. اليوم ان شاء الله المحاضره مع اليوم واللي هي المحاضره السادسه راح ناخذ بها الويف جايد كومبوننتس اند ابلكيشن، يعني بالويف جايد عندي بعض العناصر اللي استخدمهن، بعض الامور اللي استخدمها حتى تساعدني انه بالعمل مالتي. اول شيء راح ناخذ اليوم اللي هو الكابلنج ميكانيزم، بس عرفنا احنا شنو هو بصوره عامه الويف جايد، لذلك نريد نعرف شلون نحقن شلون ندخل الانرجي لهذا الويف جايد اكثر من طريقه. يعني محاضرتنا مال اليوم راح نتعرف فقط شلون ندخل الانرجي للويف جايد، المحاضرات القادمه ان شاء الله شلون راح نولد المايكروويف. هسه خلينا اليوم ان شاء الله مركزين بالمحاضره مالتنا اللي هي كيفيه ادخال الانرجي للمايكروويف، عفوا كيفيه ادخال الانرجي اللي هي الطاقه للويف جايد. اوكي عندي ثلاث طرق، الطريقه الاولى اللي هي البروب، اوكي، والطريقه الثانيه اللي هي اللوب، راح نجي نناقشهم واحده واحده بالتفصيل، والطريقه الثالثه اللي هي الابيرتشر او السلوت. عندنا ثلاث طرق، واضح؟ وذني شنو اللي راح نستفاد بعدين؟ ذني استفاد بعدين انه الطاقه شلون تدخل للويف جايد حتى تسرب الويف جايد توصل للمكان اللي انا اريد اوصل. الحاله الاولى اللي هي البروب، البروب هي تعتبر من اكثر يعني الموست افيشنت، مثل ما واضح الموست افيشنت بليس تو لوكيت ذا بروب، يعني الاكثر مكان احتاج اني حتى البروب يدخل من عنده او نسوي انسيرشن للبروب مالتي اللي هو يكون بالمركز. بالمركز بحيث يكون احنا تذكرون اذا بالمحاضرات السابقه قلنا الطرف الارتفاع ايش سميناه البي، وهذا ايش سميناه الاي، لذلك شوف هنا شو قال لك parallel to the B، يعني هذه بصوره يعني يكون parallel على البي، اوكي، بحيث شوف بس انتبه هنا ايش صار عندي، هذا تقريبا البروب مالتي موجود داخل الويف جايد، وهذا البروب هو اللي راح عن طريقه تدخل الطاقه للويف جايد. اوكي؟ عندي ببعض الخصائص انه الطاقه اقدر اقلل الطاقه داخل الويف جايد عن طريق شنو؟ عن طريق تقليل اللينث مال البروب، هذا البروب كل ما يصغر الطول مالته كل ما الطاقه تقل. زين السايز مالته، الحجم مالته، والشيب، الشكل مالته، هذا بمن يتحكم لي؟ يتحكم لي بالفريكونسي، ويتحكم لي بالباندويث، ويتحكم لي بالباور، لذلك هذا البروب الحجم مالته، الارتفاع مالته، الشكل مالته، هذا يتحكم لي كل شيء بي يتحكم لي في الشغله، لذلك لازم شويه نكون دقيقين من نصمم البروب. الدايامتر من مثل ما قلنا اذا الدايامتر يعني القطر مالتي اذا
ازداد الباندوث راح تزداد بصورة عامة. أنا عندي جزء ده يبث طاقة، فكل ما يكبر هذا الجزء اللي يبث الطاقة شنو معناها؟ معناها الطاقة مالتي راح تزداد. يعني مو كان ما أنا عندي عندك صندة صغيرونه ونفس الماي، طبعا أنا ما غيرته ده يسري بالصندة صغيرونه، ايش راح يصير عندي؟ الماي راح يجي قليل، بكبرها ايش راح يجي؟ راح يجي عندك ماي أكبر. لذلك عندما راح أزيد أني هذا الديامتر أو أزيد الشيب، أزيد الحجم مالته، ايش راح يكبر؟ راح تزداد عندي الطاقة، راح يزداد عندي الباندث. واضح؟ هذه بالنسبة للبروب اللي هي تقريبا من أكثر يعني الدوميننت واي، يعني من أكثر الطرق المستخدمة وأشهر. نجي للحالة الطريقة الثانية اللي هي اللوب. شوف أيضا أنا عندي صار إنسيرشن هنا، أيضا صار عندي هنا الكوكسيال كابل اخترق. شنو اخترق؟ الويف جايد. لكن شوف هذا الشكل اللي عندي هنا على شكل لوب، هذا شوف هذه على شكل كأنما لوب، صاير على شكل حلقة. شوف قال لك هنا إنسيرت سمول لوب اللي يحمل شنو؟ الكارت. هذا السمول لوب راح يحمل لي التيار، واحنا نعرف انه عندنا مرور التيار بسلك ايش راح يتولد حوله؟ يتولد حوله مجال مغناطيسي. زين التردد يعتمد على شنو؟ اذا الفريكونسي مال بالنسبه للكرنت، يعني احنا مو ندري انه كل ويف جايد بي كت اوف فريكونسي، واي شيء تحت الكت اوف فريكونسي ما راح يعبر، واي شيء فوق الكت اوف فريكونسي راح يعبر بالنسبة للترددات. لذلك إذا كان الفريكونسي، إذا كان هذا الكرنت راح يولد دي فريكونسي معين، وهذا الفريكونسي اللي راح يولده هو من ضمن الترددات اللي تعبر بهذا الويف جايد، لذلك الموجة عندي راح تمشي، راح يصير عندي بروباجيشن. لو كان أقل ما راح يصير عندي بروباجيشن. واضح؟ هذا يعتمد على شنو؟ يعتمد على الكت اوف فريكونسي. هسه عندي أنا هذا الإدخال هاي الطريقة اللي هي اللوب، هنا أنا صار عندي دخلت الكوكسيال كابل مالتي بداخل الويف جايد، والادخال اللي صار بداخل الويف جايد يكون على شكل لوب. واضح؟ شوف الباندوث والباور تزداد بزياده الحجم، بزياده السايز مال هذه اللوب، نفس ما قلنا قبل شوي، كل ما يزداد هذا كل ما تزداد المسافه مال البث مالتي، راح ابثن اكثر اني يعني. راح لذلك الموجه راح يصير بها ديتاتش بصوره اقوى، راح يصير عندي بث اكثر. لذلك كل ما ازيد هذا اللوب اللي هنا اني راح يزداد عندي الباور، الباندوث والباور اثنين راح يزدادن. هاي الطريقه الثانيه. نجي للطريقه الثالثه اللي هي الابيرتشر او السلوت، يعني صار عندي شق. واضح؟ شوف هذه الطريقه ندخل يعني الانرجي راح تدخل خلال سمول هول. شوف هذه اللي هي هذه اللي هنا موجوده، او هذه بهذه الصوره. شوف هذا عندي صاير عندي شق هنا أنا موجود بهذا الهوائي، طبعا هذا مصمم بالاتش اف اس اس. فهذه الاحمر اللي هنا هذا كانما صاير عندي الجزء اللي يبث الطاقه، يعني انا هذا كانما تخيله كانما عندي، شايفين الان اي سي الفيشه مال ان اي سي، يعني الفيشه مثلا خلينا نقول كوكسيال كابل عندك ساتلايت، وهذه الفيشه اللي تدخل هنا، تخيل انه هذه هي الجزء اللي راح ينطيني الطاقه. شوف هذا عندي الهول اللي هو هذا السلوت، وهذا اللي راح ينطيني الطاقه، راح يجيني الطاقه تمر هنا. شوف السلوت شنو هي؟ فتحه راح تصير موجوده بالويف جايد تدخل عن طريقها الطاقه. واضح؟ هذه شنو هذه؟ هذه يسميها الابيرشر. مينيمم ريفلكشن، دائما احنا نريد المينيمم ريفلكشن. يصير عندي ماكسيم occur when the energy is injected or removed if the size of the slot is probably proportional to the frequency of the energy. يعني الطاقه الريفلكشن يكون قليل عندي، احنا دائما يصير ريفلكشن قليل معناها الطاقه مالتي كلها راح تعبر ايش وقت تصير هذه عندي؟ اذا كان السايز مال السلوت، يعني حجم هذه الشق اللي صاير هنا يتناسب بصوره طرديه مع الفريكونسي. واضح؟ هذه الطريقه الثالثه. هسه عندنا كم طريقه؟ صار عندنا ثلاث طرق، احنا قلنا البروب، والطريقه الثانيه، الطريقه الاولى كانت البروب، الطريقه الثانيه كانت اللوب، الطريقه الثالثه اللي هي الابيرتشر. هذه طريقه شلون ندخل الموجه للويف جايد. هسه راح ناخذ شنو؟
types of waveguide bend. بعض المرات نحتاج احنا بالwaveguide يعني ما لازم اسوي عملية انحناء بالwaveguide. ليش؟ لان بعض الاماكن ما اقدر اخلي بها waveguide مستقيم، احتاج اسوي انحناء بالwaveguide. زين هذا الانحناء بالwaveguide شنو اللي يحددها؟ اللي يحددها طبعا التطبيق الابلكيشن والريكويرمنت، المكان اللي انا راح اخليه بالwaveguide. لذلك انا عندي كم نوع عندي بالbending waveguide bend؟ عندي الwaveguide E bend، عندي الE طبعا الالكتريكال راح يصير عندي هذا الويف جايد، راح يصير بي الالكتريكال فيلد، راح يصير بي انحناء، راح يصير بي بيند. الويف جايد اتش بيند اللي هو الاتش اللي هو الماجنتيك فيلد، راح يصير عندي انحناء بالماجنتيك فيلد. الويف جايد شارب اي بيند والويف جايد شارب اتش بيند. شارب معناها حاد، انحناء حاد تصير بي. واضح؟ دائما الانحناء بالويف جايد لازم ما تصير بصوره يعني مباشرة تصير احنا، لازم gradually، لازم تكون بالتدريج. واكثر most preparatory waveguide bend، يعني اكثر الwaveguide يعني اكثر شيء او اكثر شيء شائع انه يصير الانجل عندي 90 وما تجي راسا، قلنا لازم تجي بالتدريج على شكل قوس. واضح؟ هذه بالنسبه للبيند. عرفنا احنا بالنسبه للبيندنج عندي اربع انواع من البيندنج. الويف جايد تويست، هسه قبل شوي صار عندي بيندنج، هسه تويست اللي هو شو يصير عندي؟ يصير كانما عندي نلوي، او يصير عندك مثلا بالضبط يصير عندك التواء بالويف جايد. هذا شو الفائده من عنده؟ هذه الفائده من عنده البولرايزيشن، اغير البولرايزيشن مال الموجه. شنو هي البولرايزيشن؟ القطبيه. منها تصير مكان ما تصير هوريزونتال تصير فيرتيكال، او بالعكس مكان الفيرتيكال تصير هوريزونتال. بعض الحالات احتاج اني القطبيه مالتي الداخله حتى اعكسها يلا اوصلها في المكان، فانا لازم استخدم الويف جايد تويست. واضح؟ التويست ان ويف جايد از يوز تو تيرن ذا بولرايزيشن اوف ذا ويف جايد اند هيز ذا ويف فورم. يعني انا مثل ما قلت لك اني احتاج التويست حتى اغير البولرايزيشن. خاف اجيب لك اقول لك شنو فائده الويف جايد تويست؟ يقول لي حتى اقلب البولرايزيشن مال الموجه. لازم حتى امنع الديستورشن، ديستورشن اللي هو تشويه. 90 ديجري تويست شود بي اندرتيكن، يعني اذا كانت عندي التويست اللي اريد اسويه اني، اذا سويت تويست يعني اريد البولرايزيشن تتغير بقطبيتها 90 مو 180، 90 لازم التويست شو يكون عندي؟ لازم المسافه اكثر من 2 ويف لينث اوف ذا فريكونسي. يعني اذا بسوي اذا تسوي تويست بمقدار 90 درجه لازم شو يصير عندي؟ لازم عندي المسافه تصير اكثر من 2 ويف لينث. ذكروا احنا قلنا دائما عندنا اما كوارتر ويف لينث اللي هي 1 على 4 او مثلا هالف ويف لينث. هسه شو يصير عندي؟ اذا ابي اسوي تويست بمقدار 90 درجه لازم شو يصير عندي الديستانس المسافه؟ greater than 2 ويف لينث. الويف لينث من شنو طبعا؟ الويف لينث من التردد اللي موجود. اذا بدي اسوي يعني polarization or inversion يعني انعكاس بالاشاره اللي داخله عندي بمقدار 180 درجه، التويست لازم شو يكون بي؟ over 4 wavelength distance، لازم المسافه تصير عندي 4 wavelength من التردد اللي انا دابي اثن بي. واضح؟ اذا كانت 90 يصير 2 wavelength، واذا كانت عندي 180 يصير 4 wavelength distance. اتنيويتر، هسه طبعا اتنيويتر ان شاء الله من بس خلي شويه الوضعيه تكون جيده ونخلص من هذا الوضعيه مال كورونا، ان شاء الله نجي للمختبر راح نشوف فشي عندنا، راح ناخذ ندخل للمختبر راح نشوف فشي اسمه الاتنيويتر، راح تشوفون الجان اللي عن طريقه شلون راح نولد المايكروويف، وراح تلقون اكو احد الاجزاء اسمه الاتنيويتر اللي هو الموهن. شنو الفائده من عنده؟ انا عندي اشاره اريد يعني اسوي لها اتنيويشن، اريد ان اوهنها، اريد ان اخمدها للاشاره مالتي. شوف شنو فائده الاتنيويتر من اسمه موهن، تو كنترول ذا باور ليفل، يعني اسيطر على مستوى الطاقه الموجود بالمايكروويف واقللها. واضح؟ اذا اريد ان اقلل لذلك الطاقه اللي جايتني حتى ما اخليها توصل للجزء الثاني او اقلل من الطاقه الواصله للطرف الثاني، لازم اسوي لازم اوهنها، لازم اخلي فشي بطريقه يمتص هاي الاشاره. اللي هو شنو هو؟ اللي هو الاتنيويتر. الاتنيويتر عندي مره يكون كاوكسيال كيبل ومره يكون عندي
بالمايك بال بالويف جايد. اذا كان كوكسيال كيبل نعرف ان الكوكسيال كيبل يتكون من ثلاث اجزاء، يكون عندي هذا الجزء الخارجي والجزء الداخلي اللي هو هذا يصير الشيلد، واهم فقره عندي اللي هو هذا الداخلي اللي هو الكوندكتر. انا دائما الاشاره مالتي وين تسوي؟ تسوي بهذا الجزء الداخلي، لذلك بالجزء الداخلي ايش راح اخلي انا؟ لوسي ماتيريال، ماده لوسي يعني ماده شلون نقول يعني غير ماده لها القابليه على امتصاص الطاقه. نخليها وين؟ نخليها بهذا الجزء اللي هو تنتقل به الطاقه، فالطاقه بالتالي من راح تنتقل بهذا الجزء ايش راح يصير؟ راح تصطدم بهذا يمتص الطاقه ويخليها تقريبا تعبر. اوكي هذا شو هذا بيا حاله؟ هاي بحاله الكوكسيل كيبل، ذا مايكروويف باور ابزورب باي ذا لوسي ماتيريال، راح هذا اللوسي ماتيريال راح يمتص المايكروويف انرجي وبالتالي ما راح تعبر. واضح؟ هذا اذا كان كوكسيل. اذا كان عندي مو كوكسيل، اذا كان عندي الاتينيويتر ويف جايد، شوف شنو احتاج اخلي بالويف جايد؟ هذا الويف جايد ما خلينا نقول انه طاقه راح تعبر منه، احتاج اخلي ايضا ماده هنا سلاب يعني قطعه اوكي مطليه بماده لها القابليه على الامتصاص اللي هي هاي اكوداج از بليست، اللي هي هاي اكوداج هي الماده تقريبا شلون الصبغ اللي مصنوع من الكرافين، كرافين اللي هو شنو يمتص الطاقة، القابلية على امتصاص الطاقة اللي جايتني. أخليه بالسنتر مال الويف جايد، بالتالي الطاقة ما راح تصطدم فيه راح يمتصها فما راح يخليه تعبر. أوكي؟ طبعا كل ما يصير عندي هذا يعني صاير بالطريق مال البروباجيشن راح يصير عندي الامتصاص أكثر. يعني أنا إذا كانت الإشارة الطاقة مالتي تعبر منها البث مالتي منها وخليت اني هذا بطريقها فما راح تعبر شيء تقريبا، حتى اذا اريد يعبر يعبر شيء قليل، بس اذا اني هذه البث مالتي بهذا الجزء هنا واني مخليها هنا راح يعبر جزء من عندها. اذا كل ما تكون بالمركز هذه الجزء كل ما يكون الماده العازله بالمركز، كل ما شو تكون عندي بالمنتصف كل ما تكون عندي الطاقه العابره اقل. شوف ذا سلاب، وين ذا سلاب از ات ذا سنتر ذا اتينيويشن از ماكسيموم. يعني عندما هذا خلينا نقول سميناه السلاب اللي هو هذا الجزء اللي راح يمتص الطاقة، عندما يكون بالمركز التوهين راح يكون أكبر شيء. شوف هذا مخلي جزء هنا وهاي الطاقة اللي تجيني منه أني، وهذا أني الجزء اللي يمتص الطاقة مخليه هنا فما راح تعبر شيء، راح يمتص الطاقة اللي جاية. التي جنكشن، من اسمه كلمة تي جنكشن باور ديفايدر يوزنج ويف جايد. تي حرف التي، حرف التي كان الطرف بي، هذا الطرف الأول، هذا الطرف الثاني، وهذا الطرف الثالث، هذا التي تي جنكشن. اوكي يعني معناها 3 بورت نيتورك اللي هو التي جنكشن، 3 بورت نيتورك يعني يصير عندي متكونه من ايذر ترانسميشن لاين اور ويف جايد، طبعا يعتمد على الفريكونسي. فالتي جنكشن بي 3 بورت نيتورك، و 3 بورت نيتورك الـ Very High Frequency Power Divider Using Waveguide is 4 types. عندي أنا 4 types، عندي 4 أنواع من الـ T-Junction Power Divider. عندي الـ E-Plane T، شوف هسه هذا ليش قلت T أنا؟ لأن هذا عندي جزء وهذا جزء وهذا جزء، هذا طبعاً Waveguide. أقدر أدخل إشارة منها وتتقسم اثنين، أقدر أجيب إشارتين منها وتنجمع تصير واحدة. فهذا هو الـ T-Junction Power Divider. E-Plane T، عندي الـ H-Plane T، وعندي الـ EH-Plane T يسموه الـ Magic تي، وعندي رات ريس تي. انا ما راح ادخل بتفاصيل كل واحده من عندهم، انا فقط اريدك تعرف. واضح؟ هنا هسه صار واضح عندي بالنسبه للتي جنكشن بها اربع انواع. هنا المحاضره مالتنا انتهت، المحاضره مالتنا اليوم ان شاء الله مو جدا طويله ويعني سهله ان شاء الله، باعتبار الباشر او عقب باشر راح يكون عيد، فما حبيت اعطيكم محاضره كلش قويه. وان شاء الله نشوفكم بعد العيد، واياكم سعيده وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. شكرا جزيلا.